وللمزيد من المعلومات حول تطورات العاصفة المدارية أشوبا ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم بن سيف العزري من الهيئة العامة للطيران المدني. إبراهيم، بعد صدور التحذير الأول للهيئة، هل تم رصد تطورات جديدة في هذه اللحظة للعاصفة الجوية؟ نعم قيس، نحن هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وهذا هو أول بث مباشر من هذا المركز. كما تشاهدون هنا مجموعة من المحللين الذين يعملون الآن على تحليل آخر البيانات المتعلقة بالعاصفة المدارية أشوبا، وسوف تصدر خلال الساعات القادمة البيانات الأخرى، حيث صدر قبل قليل كما أشرت قيس تحذير رقم واحد. نعم. الذي أشار إلى أن العاصفة. نعم. تبعد حاليا عن بحر العرب 220 كيلو متر تقريبا عن سواحل السلطنة. نعم. في المنطقة الواقعة بين رأس الحد وجزيرة مصيرة، وأيضا سرعة الرياح السطحية حول المركز تتراوح بين 25 إلى 45 عقدة، أي 62 إلى 82 كيلومتر في الساعة. لمعرفة آخر التطورات معي هنا حامد بن أحمد البراشدي من الهيئة العامة للطيران المدني. حامد، آخر التطورات التي تم رصدها في الدقائق الأخيرة حول العاصفة ومسارها، هل ما زال المسار نفسه باتجاه مناطق محافظة جنوب الشرقية؟ نعم إبراهيم، شكرا لك وشكرا للتلفزيون سلطنة عمان، ومساء الخير لكل المشاهدين. طبعا مثل ما رأيتم، تم إصدار التحذير رقم واحد قبل قليل من هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. الحاجة التي دعت إلى إصدار التحذير رقم واحد مثل ما شاهدنا تغير عن الإصدارات الثلاثة السابقة التي كانت عبارة عن إنذارات. إيش الفرق بين نعم، التحذير عادة يصدر عند احتمال تأثر سواحل السلطنة أو تأثر أجواء السلطنة بشكل عام تأثيرا مباشرا من الحالة الجوية. الحالة الجوية مثلما نتابعها من عدة أيام طبعا لا تزال عبارة عن عاصفة مدارية، فرصة ارتقائها إلى إعصار طبعا، وهذا محل تساؤل كبير، باتت أقل أو حظوظها أقل خلال الساعات القادمة مع اقتراب الحالة المدارية نحو سواحل السلطنة، وهذا يعود لعدة أمور حقيقة، أمور علمية، منها ما يتعلق بطبعا الأوضاع الجوية في السلطنة من رياح شمالية جافة تساعد على الحد من كميات بخار الماء الموجودة في النظام ككل، بالإضافة إلى ما يعرف برياح القص، وأمور أخرى مثل أيضا درجة حرارة سطح الماء التي تعتمد عليها عادة مثل هذه الأنظمة المدارية المعقدة. إذن الأمور إلى حد ما مطمئنة، ولكن الحاجة التي دعت إلى إصدار التحذير هو طبعا، لا نود أن نقول الأخذ بأسوأ الاحتمالات بإذن الله، لن يكون هناك ما هو سيء، أمطار خير وبركة، ولكن طبعا في مثل هذه الحالات دائما نتعامل معها بشيء من الجدية والصرامة لرفع الجاهزية والاستعداد. إبراهيم، طيب بالنسبة للمسار حامد، الآن إنها هي العاصفة متجهة باتجاه محافظة جنوب الشرقية، وهناك من المحللين من تحدث أنها ربما تتجه صوب الدقم. إذا ما رجعنا إلى أيام الإعصار فت، كان هناك كان الإعصار على مسافة من سواحل منطقة جنوب الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، وفجأة انحرف باتجاه محافظة مسقط. الآن المسار، هل يمكن أن نجزم بأنه لن يأتي إلى مسقط ومحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة؟ لا يوجد أي تأكيد بالنسبة للحالات المدارية، ويجب أن نتفهم هذا خصوصا من حيث التطور والمسار، كلها احتمالات مبنية على عوامل جوية قابلة للتغير في أي لحظة. ولكن هنا من خلال تحاليل جميع الزملاء الذين تشاهدونهم هنا في المركز ليل نهار، طبعا يتم تحليل ورصد كل البيانات المستلمة من المراكز العالمية وأيضا البيانات المحلية هنا، يخضع هذا التحليل طبعا لمعايير دقيقة جدا
معظم هذه طبعا البيانات التي نستلمها ويتم تحديثها أول بأول باتت تشير إلى مسار أوضح، وتم ترجيحه خلال طبعا الساعات الماضية بأن العاصفة تواصل تقدمها نحو سواحل السلطنة في المنطقة التي تمت الإشارة إليها ما بين رأس الحد إلى جزيرة مصيرة، ودعنا نقولها سواحل ولاية جعلان بني أبو علي. هذه المنطقة طبعا نحن تعمدنا أن لا نسمي ولاية بعينها لأن المسار قابل للتغير في أي لحظة من اللحظات، نحن هنا نتابع، ولذلك أتى صريحا ضمن التحذير الأخير أو التحذير الأخير نعم بأنه سيتجدد كل 6 ساعات، وهذا بناء أيضا على شفافية مطلقة بأننا نتابع وننقل لكم كل ما نتابعه ويدور هنا في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. طيب حامد، بالنسبة للتأثيرات العاصفة، هناك اليوم كما تابعنا أن هناك سقطت أمطار في بعض الولايات ربما في جنوب الشرقية، هل تم رصد أمطار في ولايات أخرى غير الساحل محافظة جنوب الشرقية؟ نعم هناك تدفق للسحب المصاحبة للحالة المدارية بالفعل أدى إلى تساقط بعض الأمطار على الولايات الساحلية، ولكن كانت أمطار خفيفة في حدود 2 ملي على صور و بهلة. الأمطار في أدم حوالي 16 ملم كانت نتيجة أيضا تكونات ما يعرف بالتكونات المحلية والسحب التي تتكون عادة في فصل الصيف، لها علاقة ولكن غير مباشرة، ليست هي من جراء تأثير مباشر للعاصفة. دائما ما نستقبل مثل هذه الأمطار الصيفية في ظل وجود عوامل جوية تتيح تكون هذه السحب على المناطق الجبلية. طيب بالنسبة للساعات القادمة، متى يتوقع أن يصل مركز العاصفة إلى المنطقة التي تم تحديدها بين رأس الحد ومصيرة؟ سؤال جدا ذكي إبراهيم، و لا أستطيع الإجابة عليه حاليا، ولكن وفق المتابعة الأخيرة ووفق الاحتمالات التي متواجدة لدينا، وهذه أيضا البيانات تتغير بين حين وآخر، من المحتمل أن تتقدم العاصفة بشكل أكبر نحو سواحل المنطقة المشار إليها من رأس الحد إلى جزيرة مصيرة بشكل أكبر، بحيث أن مركز العاصفة ربما يعبر هذه المنطقة وربما لن يعبر هذه المنطقة، ولكن سيكون أقرب إلى هذه السواحل مساء الغد، مساء الخميس. فرص التلاشي أيضا موجودة، ولكن احتمالات التأثير المباشر باتت أقرب، ولذلك طبعا نحن دائما نأخذ بالاحتمالات الأكثر تأثيرا على أجواء السلطنة. طيب بالنسبة لتوقعات الأمطار في محافظات السلطنة خلال الساعات القادمة؟ نعم، هو طبعا معظم توقعات الأمطار أتت صريحة من خلال التحذير الأخير، معظم المحافظات التي ستكون في واجهة العاصفة ستتأثر بأمطار متفاوتة الغزارة، دعنا نقول أمطار غزيرة على جنوب الشرقية والوسطى، ومن ثم سواحل مسقط خصوصا السواحل الشرقية لمحافظة مسقط، بالإضافة إلى استجابة أيضا العوامل الطبيعية في السلطنة. أنت تعرف جغرافية السلطنة أيضا مهمة جدا في تكون السحب خصوصا السحب الصيفية، ومع هذا الضخ الهائل من كميات بخار الماء التي تأتي إلى الغلاف الجوي للسلطنة، يحتمل أيضا تكون السحب المحلية، وبالتالي تأثر المحافظات الجبلية مثل الداخلية، شمال الشرقية، أيضا جنوب الباطنة بأمطار متفاوتة الغزارة. نعم. طيب آخر سؤال حامد، هل من نصيحة، هل من تحذير في ظل الآن توجه العاصفة إلى المناطق التي تم ذكرها؟ إذا كان ثمة شيء يمكن أن يقال لا داعي للقلق، جميع الجهات المسؤولة على أهبة تامة من الاستعداد، طبعا هناك تنسيق عالي جدا معكم أخ إبراهيم بالنسبة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضا مع الجهات الأخرى، اللجنة الوطنية للدفاع المدني، وحقيقة كل القطاعات مثلما دائما وأبدا نقول عمان مستعدة، و جربنا أنواء مناخية أكثر شدة من هذه، أعاصير مرت علينا والحمد لله تم التعامل معها بكل حرفنا. فقط إبراهيم إذا تسمح لي، فقط هو التنبيه بعدم ركوب البحر مطلقا،
كل سواحل السلطنة تشهد حاليا وخلال أيضا الساعات القادمة أمواج عالية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار وقد تصل إلى 7 أمتار أيضا في العمق، لذلك من المجازفة طبعا الولوج في البحر سواء كان للصيد أو ركوب البحر بشكل عام. نضم صوتنا إلى صوتك حامد بن أحمد البراشدي من الهيئة العامة للطيران المدني. إذا قيس، هكذا يعني تابعنا آخر تطورات المتعلقة بالعاصفة المدارية أشوبة، وأشار الأخ حامد إلى أن فرص تحولها إلى إعصار مداري باتت ضعيفة جدا وربما تكون مستبعدة. شكرا لك وأعود إليكم قيس ويعقوب في الاستوديو. إبراهيم بن سيف العزري، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، وسوف نتواصل معك خلال النشرات القادمة لمعرفة تطورات الحالة الجوية لهذه العاصفة أشوبة.